نعلن إيماننا بهذه الكلمة. هذا هو كتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيها فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير. نباركك في هذا الصباح، نعطيك كل المجد لأنه فعلا أعطيتنا يوم جديد لكي نعبدك ولكي نأتي إلى محضرك لكي نتقابل معك ومع كلمتك. نشكرك يا رب لأجل هاليوم المميز، خاصة بهيدا البلد المبارك يا رب، أعطيتنا بيومك، يوم اللي فيه انتصرت وغلبت أبواب الجحيم، أن نعبدك. شكرا يا رب، شكرا لأجل هالامتياز الرائع، لأنه بكل العالم العربي محرومين من هيدا اليوم إلا في هيدا البلد يلي تدعو فيه عروستك، تقول لها هلمي معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان. ساعدنا نكون هالعروس الجاهزة لحتى نستقبلك على سحاب المجد، أو لنكون في محضرك يوم من الأيام. وأعطنا أن نعمل مشيئتك ومسرتك بحسب هيدي الكلمة يا رب. وجه قلوبنا وعيوننا لكي يكون كلامك هو أساس حياتنا ومصدر حياتنا وهدف حياتنا، باسم المسيح نعطيك كل المجد وحماية على هيدا المكان وعلى كل نفس موجودة يا رب، وعلى الحاضرين يا رب على التلفزيونات أو على الانترنت. منصلي بركة وإعلانات وكلام من عندك في حياة، في شفاء، في خلاص، في أمور من عندك لقلوبهم ولحياتهم يا رب. يكون صوتك واضح واضح وفعال، وتعلن ذاتك أنك الحي وإلى الأبد حي، نعطيك كل المجد. آمين. تفضلوا يا أحبة، نفتح من إنجيل مرقس، مرقس 10، إنجيل مرقس إصحاح 10 من الآية 46. مرقس 10 من الآية 46 آخر مقطع من الإصحاح. فتحنا. وجاء إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان برتماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يصعد. فلما سمع أنه يسوع الناصري بدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هو ذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع، فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق. آمين ثم آمين ثم آمين. العنوان اللي رب حطه على قلبي الليلة: سؤال يسوع للأعمى، هو سؤاله لكل واحد منا: ماذا تريد أن أفعل بك؟ هذا الصباح يسوع عم يسألك: شو بدك أعمل فيك؟ أريحة مدينة ملعونة إذا بنعرف، ونحن عايشين بأرض ملعونة، بس هي أبيت هاي الحقيقة. شو قاله الرب لآدم؟ من بعد ما سقط ملعون الأرض بسببك، وشوك وحسك تنبت لك حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. الله مثل ما قلت من فترة ما كان بده آدم يرجع للتراب، ما خلقه وقته. الله كل شيء بيعمله من طبيعته، لأنه هو أزلي أبدي
كان قصده الإنسان يبقى أبدي. من هيك هلأ هو عدنا بالحياة الأبدية، ما في موت، ما في مرض. نحن نعمل الأشياء مثلنا، نحن بنعمل الأشياء زمنية محدودة، وأكثر من هيك نتحكم فيها. فمن أحد الأهداف الأساسية اللي كان ربنا إياها أنه الأرض تكون مباركة مش ملعونة. وأريحة كانت ملعونة من أيام يشوع، لما انتصر عليها يشوع تنبى عليها قال ملعونة اللي بيبنيها ببكره وبأسسها بصغيره، وهيك صار. فيسوع الكتاب بيذكر مرة واحدة بحياته فات على أريحة، مثل ما مرة ذكر فات على السامرة كرمال السامرية. ويمكن اليوم المرة الوحيدة اللي فيها أنت تكون يا بهالكنيسة أو أنت على الشاشة عم تحضرنا أول مرة بحياتك ويمكن آخر مرة. لكن يسوع مش مارق صدفة، ولا أنت عم تحضر صدفة، ولا أنت بالكنيسة موجود صدفة، في ترتيب إلهي. أنا شيء لأن صار معي من 38 سنة، الشخص اللي عزمني على الكنيسة أنا كنت بحالة مرضية بدي عيني فايقة. الحكيم قال لي كيف بعدك عايش؟ كان قريب مسقط لي على جسمي وكلوية ومصاريني وركابة، كان يصير معي كرايز، حس حالي عم موت. ما في يخبركم تفاصيل ما بتنحكى عن الشيشة، بس الحكيم قال لي الشمس ممنوع تشوفها، البراد ممنوع تفتحه. قال لي انت بدك عناية فايقة. ولما عزمني هذا الشخص على الكنيسة قلت له جاي، لا بعرف الكنيسة وين ولا معي سيارة ومصرياتي على الآخر، بعد ما كنت قبضت البقيلة من الشغل، كنت عم بشتغل بمؤسسة وتركت، فلقيت خلص لقيت حالي ما بقى فيه كمل وما في رحمة. قرش من ظهره هذا شعاره ولا يوم من عمره، موت قدامنا بس ننتفع منك. عملت حالي وفليت. وترتيب الله انه انا لما كنت اعلنت ساعة انه ما بدي اشتغل، ناطر انا بعدني بالمؤسسة جوا، شحطني لبرا. نهار كيف شحطني لبرا؟ ترى الرب هو اللي حاسته يشحطني لبرا، لانه لما طلعت لبرا اجا حدا بشرني عن يسوع. لو بقيت جوا ما خبرني عن يسوع، وانا ما كنت واقف على جري تعبان قريب اكثر من اسبوع منهار، فخبرني عن يسوع ورحت على الكنيسه، ورحت بمعجزه، وعيت الساعه 6 والكنيسه بتبلش 6. قلت انا ايش وعدته للزلمه 6؟ انا بعدني هون، كنت على الجميزه، كيف بدي اروح وبدي استدل على الكنيسه؟ قلت خلص بليها. كأنه الشيطان قال لي أنت تعبان وين رايح؟ نام 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 يا حبيبي نام. لكن شو كان الرب بده؟ قوم، هو ذا يناديك قم. قلت أنا ليش وين رايح؟ أنا ما رايح على الكنيسة وعلى الاجتماع، وكنت مفكر اجتماع مثل اجتماع الشركات والمدراء، ضاولة مستديرة وحواليهم عم يحكوا بالإنجيل، مش عارف كنيسة وهيدا مصطلح كتابة، كل أمور جديدة علي. عملت حالي ورحت على بدار وصرت فتش وين واسأل، بقي ربع ساعة الكنيسة رح تخلص. بس كانت هالربع ساعة كافية انه رب يجذبني بحبال المحبة، لانه شفتها قطعة من السماء على الارض مش موجودة برا. برا ذئاب الناس عم تاكل بعضها، وهون بيحبوك وما بيعرفوك. عشو بيحبوك؟ ما كان شكل كتير بينحب يعني، يعني بلا منقولة. فيه أهلا وسهلا فضل، وحتى مستعدين يخدموني. فكانت فرصة، لو ما أنا سمعت صوت الرب وضليتني نايم بالفرش يمكن أنا ما شفتوني هون، مع أنه عندي هذا الشارعي. أنا بدي عيني فايقة، وعطاني إدوية، سدفت إدوية. صدقوني كنت إذا أفتح البراد نتفي حس سيخ فيت براسي. حياتي ما صار معي هيك، سيخ فيت براسي، لأنه جسدي خلص ما بقى يحمل ساعة. لأنه كنت اشتغل بسوبر ماركت، فوت على غرفة براد مجلدات، انبسط أنا بعدني شاب، ياي بوردنا
اظهر لبرا كمان بالرديف، يعني من تلج لتلج كل نهار، خلص. فأريحة ملعونة، وهيدي الوحيدة اللي الرب مرة زارها، ويمكن اليوم المرة الوحيدة اللي الرب رح يزورك بعد، ما بتعرف. هل رح تستغل الفرصة ولا رح تطنش وتقول بعدين؟ العمر قدامنا مخدوع، انت مخدوع، اياك تقول العمر قدامك. قال ما هي حياتكم، انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. هالاسبوع صار معي حادثه، صدقوني الرب وعيني فيها اكثر وهزني. فتت على محل عن جارنا بدي اشتري ربطه السمره، اخذت الربطه وحطيتها، وقف هو حدي عم قل له اخذت ربطه بدي اعطي حقها، ما لقيته الا قدامي كربج وراح بالارض. كان في حدا وواحد وراي، قلت انا راح الزلمه شي ربع ساعه بالارض حالته حالي ما فيه اوصف لكم. حطيت ايدي عليه وبلشت صلي له باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. اتاري كانه راح مثل بيجوما، مش واعي شو صار، عالي ضغطه، وما بلا ما فوت بتفاصيل، بلا ما فوت قلبي انكسر عليه. رب فرجيني عن جد قديش حياة الإنسان ماشي. قال إنما كخيال يتمشى الإنسان. هو شخص بالدولة، شخص بالدولة، يعني في عنده شيء بيخليه يحس بالأمان، ما بدي أذكره على الشاشة. ربع ساعة وأنا عم صلي له، يا رب أعطيه عمر، أعطيه فرصة. وصير أحكي له إذا واعي علي سمعني، قل له يا رب ارحمني، قل له سامحني، قل له غيرني، قل له أنا بريدك يا رب، فوت على قلبي. ما كنت عارف سمعني ولا مش سمعني، بس أنا قلت راح، لأن بعدين خلص صفر وجهه وراح ولا حركة ولا نفس. دقوا للصليب الأحمر، شوي بيرجع بيبلش يتحرك وبيوعى وبيرجع طبيعي. لأول وهلة ما بيتذكر التفاصيل، فكل الموضوع يعني تصوروا أنا فيك اشتري ربطة خبز، صرت بموقف بين إنسان الموت والحياة. ويمكن لو الصليب الأحمر تأخر أو أنا ما كنت صليت له، ما بعرف ممكن كان يصير، أو لو وقع راسه وأنا مش حد وأنا عديته، أنا شو صار له؟ خبرني قال لي كل اللي بتذكره لما قلت لي بدي ربطة خبز رايح تشوف ربطة الخبز وين وتاخدها، قال لي ما عاد تقشعت. بدك تقول لي انه في فرصة تانية؟ قال الان وقت مقبول، اليوم يوم خلاص، الان ان سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. ما تتذاكى على ربك وتقول انا شاب وحياتي قدامي، بتكون غبي مثل هيداك الغني الغبي. قال عنده خيرات ومش عارف وين بدون يحطها، قال لك امنت مستقبلي خلاص، الك خيرات كتير، شوفريني معي كسر فوق اجر. بس شو كان صوت الرب هيدي الليلة؟ انت مفكر حالك غني وانت غبي، رح نزل لك النقطة لتحت، حاططها من فوق رح نزل لك اياها، انت غبي. الليلة تطلب نفسك منك، وليلي الرب عم بيقول لك شو بدك اعمل فيك. تعرف الشحاد ما كان شخص مكرم، كان شخص محتقر، ما له كرامه. بتتذكروا بيوحنا 9 الاعمى يلي الرب خلق له عيون، لما اعلن له منو يسوع قالوا له هيدا خاطئ، قالوا انا ما بعرف انه الله بيسمع للخطاط. عارف انه فعلا الخطيه بتفصل الانسان عن الله. طب كيف هيدا اذا مفصول عن الله صار هو بده يعلم رجال الدين الحق؟ حتى قالوا له انت تلميذ ذاك بكل احتقار، مين مفكر حالك؟ والناس بتعرف ان احنا هلا عندنا مثل بلبنان بتاسف قوله، يعني قال وين بتشوف اعمى دبه انت مش اخبر من ربه. كم واحد سمعها؟ 2 3 بس،
سمعتوا. شوفوا الإنسان قد قاسي. مثل ما سألوا ليسوع مين أخطأ، هيدا ولا بيو أمه؟ لأنه كان في عقيدة بيعتبره يا بيو أمه غلطه حتى هو ورط هالخطية، والله عم بقاصصه من وراء أهله، أو هو عارفه الله بده يخطي بالمستقبل فقام عاقبه مسبقا تيأدبه. هل هيدي صورة الله الصحيحة؟ قال وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، وأنتم أشرار. ونحن البشر أشرار. قال إذا ابنك طلب منك خبز رغيف تعطيه حجر؟ إذا طلب بيضة تعطيه عقرب؟ إذا طلب سمكة تعطيه حية؟ في أباء للأسف هلأ هيك، هلأ إذا بتشوف على اليوتيوب شي ببكي، بي نازل سلخ بابنه شانقه ونزل فيه ضرب، وبنته عمرها سنتين دممها، شي ببكي. مش هناك يسوع قالنا وأنتم أشرار. بدون يسوع البار كل البشر أشرار، ليس بار ليس ولا واحد، الجميع أخطأوا. الله أغلق على الجميع، بقول الكتاب على الجميع، ليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد. بركت لي أنا آدمي، هي أنت آدمي بتعيش هون مع آدم على الأرض، بس بالسماء ما في أوادم. حلو تكون آدمي ما تكون زعوري، بس بالسماء فقط قديسين، لأنه بدون قداسة لن يرى أحد الرب. والأعمى بهديك الأيام كان له ثياب خصوصي ليعرفوا أعمى، مثل شهادة عليه أنه هيدا فعلا حقيقة مش عم يتظاهر، مثل ما في ناس كمان منشوفهم هلأ صرنا بيتظاهروا عميان وبالآخر بينكشفوا، أو مشلولين وبينكشفوا. كتار صارت هيدي وظائف، وظائف بيشتغلوا فيها، بيستغلوا سذاجة الناس وطيبة قلبه. فيسوع لما مرق والجموع معه سمع هالأعمى إنه الشخص اللي صار مشهور بكل إسرائيل عم يشفي وبقيم موتى وبطعمه مارق، شو قال لك؟ هيدي فرصة عمري، صح؟ هيدي فرصة عمري. طب إذا ما استفاد وما استغل الظرف رحت عليه، لأنه المرة الوحيدة اللي فات فيها يسوع على أريحة، شو عمل؟ بلش يصرخ. تبي صراخه بيعلن عن إحساسه بوضعه قديش صعب، لأنه بتعرفوا الأعمى بده مين ياخده ويجيبه، ياخده ويجيبه. بطريق شغلي أنا كل يوم في شخص كل يوم بتلاقى فيه تقريبا، إلا نهار الشتاء شخص معه صندوق مكربش كله على طول حرام، وحالته حال يمكن صار عمره فوق الخمسينات، بيتكل على الناس يعطوه مصاري أو يعطوه شيء يأكله، كل يوم على كرسي ما بيقدر يمشي. في مين كل يوم بياخده وبيجيبه؟ صوروا هيك شخص كيف حالته الصحية بتكون، حالته النظافة تبعيته. فهمكن كفاية كرامته، ناس كيف بتطلع فيه؟ في ناس بيطلع فيه بشفقة، بس إجمالا الإنسان نادر ما بيحب حدا يشفق عليه هيك، بيحب يكون عايش بكرامة، بعز، بمركز، باحترام، بتقدير، إنه عنده شيء يقدر عليه. بس هيك حال شو بتخلي الواحد يعتل هم ناس إنه يشفقوا عليه إنه أنا مسكين؟ في ناس بيعيشوا عليها بس في ناس ما بيحبوها. والأعمى كان شخص إذا الناس ما بتشفق عليه ما بيأكل، ما بيعيش حياة كريمة، لا بل هو أصلاً عايش حياة ابن شارع، صح؟ وين بيضل عايش؟ بالشارع. وبتعرفوا بالشارع شو فيه؟ كل العيال المرتبة والمهذبة والمتعلمين كله عايشين بالشوارع على طول، ما عندهم شغلة عاملة إلا بالشوارع، مثل ما بقولوا البلطجية. هولي وين بيعيشوا؟ شوارع، صح؟ يلي عنده سقافة وعلم وعائلة بيعيش بالشارع. طاعة
طبيعي اللي بيركضوا على الشارع اللي عايشين بالشارع واللي عنده المستقبل وناس واعيين ومعلمين ومثقفين وعنده مستقبل وهدف طبيعي ما بيعيشوا بالشوارع. فشو بيتعلم الواحد من الشارع؟ كل شيء بالشارع صح؟ فهمكم كفاية ما فوت بالتفاصيل. فهو عايش بالشارع، لكن الحلو اللي فيه انه في شيء عنده ايه بالمعرفة، انه لما سمع عن يسوع دغري عرف، كان عنده بصيرة بداخله، اكيد هيدا هو المسيح، اكيد هيدا اللي كتب عنه موسى، كتب عنه داود، كتب عنه الانبياء، انه هو لما بيجي رح يعمل المستحيلات. من هيك شو صرخ له؟ يا يسوع يا ابن داود ارحمني. تعرفوا في ناس ما بيعرفوا يسوع من هو، مش عارفينه انه هو الملك العظيم المنتظر، هو المسيح الموعود به المنتظر مخلص العالم، مش عارفينه هو اللي الله وعد فيه بتكوين 3:15 لما قال له للشيطان الكافر بالحي: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك. إبليس مسحوق بصليب يسوع، وعرف هيدا الأعمى إنه هيدا الشخص منه نبي عادي. من هيك شو قال له؟ يا ابن داود. وهيدي بالنسبة للكهنة بتقهرهم، شو يا ابن داود؟ مين هو هذا يسوع؟ ما هذا ناصري. وكلمة ناصري يعني شخص محتقر من منطقة متدنية ما فيها مستويات علمية ثقافية دينية، يعني كل اللي فيها سمعتهم بالأرض ولاد شارع. أو من الناصرة يخرج شيء صالح؟ تتذكروا نسنائيل لما عيطوا فيليبوس قالوا وجدنا المسيح، ايه تحت الدينة عم بيتفيا، قال وجدنا المسيح من الناصرة، قال له من الناصرة بيطلع شي منيح؟ مثل ما نقول بلبنان من الزيتونة بيطلع شي منيح؟ منطقة الزيتونة قديمة كانت معروفة بالاسم زيتونة، الزيتونة بيقولوا عنها مباركة، بس هي عكس كليا. يسوع كان بمنطقة كتير عاطلة، من هيك يكتبوا عنه محتقر ومخذول من الناس، انعثروا فيه. فلما صرخ بارتيماوس صرخ حرقة قلبه. اليوم إذا عندك احتياج شايفه هالقد فيك، هالقد فيك، عم ياكل فيك، عم بيلوعك، عم بيعذبك، عم يقهرك، عندك احتياج ضروري يكون بحياتك، هل فيك تصرخ هالصرخة مثل هالأعمى ليسوع اليوم؟ هل قلبك عم يصرخ هالصرخة؟ ولا عامل حساب اللي حواليك شو بدهم يقولوا عنك؟ كيف بدهم يتطلعوا فيك؟ ولا بتصير أحاديث بعدين اللي بيوت عنك من واحد لواحد، ليكو كيف صرخ، ليكو كيف عيط، ليكو كيف طلب؟ هتلين هم الناس شو رأيه فيك؟ ولا بدك شو بدك؟ احتياجك يلي بدك ايه؟ هل عندك ثقة انه يسوع قادر عليه؟ ولا عايزه مستغني؟ هيدا الأعمى كان شايف احتياجه. الناس شو عملوا فيه والتلاميذ؟ قال انتهروه. سكوت طوشتنا. يمكن بتلاقي مين ينتهرك يقول لك روق سكوت. يمكن مش بالكنيسة، يمكن بالبيت، يمكن بشغلك. إذا حدا عرفك عم تجي على الكنيسة، مشتاق تسمع، مشتاق تعرف، يمكن يقول لك شو بدك بهيدول؟ شو بدك بهالحكي؟ خليني اقول لك، ابليس اللي عم بيدسن عليك، ابليس اللي عم بيقول لك بعد عن يسوع، كل شيء بيجيب لك سيره يسوع بعد عنه، لا نريد ان هذا يملك علينا، لا نريد. والرب شو بيقول لنا؟ كثرت اوجاعهم الذين اسرعوا وراء اخر. بتكتر اوجاعنا اللي بيرد وراء غير يسوع، صدقوني ما في غيره بيقدر يعطيك رجاء وأمان وسلام وفرح وغفران وحياة أبدية، ولا قديس ولا نبي ولا رسول ولا مصلح
ولا متعلم ولا حكيم ولا فهمين ولا فيلسوف، ما حدا بيقدر يعطيك، ما حدا بيقدر يعطيك، ما بيقدروا، ما عندهم، ما عندهم. بسفر النبي أيوب شو بقول الكتاب؟ قال ادعو فهل لك من مجيب، وإلى أي القديسين تلتفت؟ أي واحد من القديسين بيقدر يعطيك؟ اللي بيقدر يعطيك يا يسوع. من هيك يسوع هو اللي بيقلنا التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس غيري مخلص. بدك تلتفت ليسوع، بدك تخلص بدك تلتفت ليسوع، بدك تشفى بدك تلتفت ليسوع، بدك الحياة الأبدية بدك تلتفت ليسوع، بدك تتبارك بدك تلتفت ليسوع، بدك ترتاح بدك تلتفت ليسوع. ما تفكر بغيره، ما تفكر بقول أنا الأول وأنا الآخر. مين عم بتحط قبله بعده؟ أنا البداية وأنا النهاية. مين عم بتحط بعده؟ مين؟ ما فيك، ما فيك. قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون. رح أقول لك معلومة لاهوتية، معلش منا كتير عميقة بس حلك إياها. كيف بدك تصرخ لقديس يسمعك وهو ليس موجود في كل مكان؟ الله بيقول عن ذاته أنا أملأ السماوات والأرض، أدعني فأجيبك بعظائم وعوائص لم تعرفها. هو بيقول قال تطلبونني فتجدونني. شوف لي قديس قاله، شوف لي قديس قاله، بحبش الكتاب المقدس، ما فيه، ما فيه. ليش مخدوع؟ ليش بعدك تعبان؟ لأنك ما عم تلتفت ليسوع وحده، كفايتك فيه مش كفايتك بمخلوق. القديسين مثال، قدوة، مساطر مرقوا قدامنا تنتعلم من حياتهم وسلوكهم. لكن بدنا نفحص الأمور على الكلمة يا أحبة، لأن السماء والأرض تزولان وكلامي يقول الرب لا يزول. بتقيس علموني خبروني صار معه صار معي. الكتاب بيقلنا امتحنوا الأرواح، امتحنوا الأرواح. هيدا الأعمى كان أعمى بعيونه الجسدية، لكن كان بيروحوا إيش عملوا هذا الشخص. الشعب كان أعمى البصيرة، لكن هو كان مبصر البصيرة، كان مفتح. وقال ليه تهروا سكوت، مش وقتك مزعج، ما أصلا أنت أعمى، يعني شو فوتك بيناتنا؟ نحن الأصحى، نحن اللي ببنا شيء. خليني أقول لك، إذا مفكر حالك أنت كويس أنت منيح، أنت مخدوع. أنا ما عملك أنت ما بتسوى. بس الكتاب يا أحبة بيقلنا القلب نجيس وهو أخدع من كل شيء، من يعرفه؟ يقول الرب، يقول أنا الرب أعرف قلبك، أنا فاحص القلوب ومختبر الكلى، لأعطي كل إنسان بحسب طرقه. فما في إنسان صالح، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد، ولا واحد. من هيك يسوع لما قال له واحد من الأغنياء أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، يسوع لما قال له لماذا تدعوني صالحا، ما كان عم ينقم صلاحه. وقال ليش قال بيوحنا أنا الراعي الصالح؟ كان عم بيقول له على مفهومه أنه ما في إنسان صالح إلا الله. بس مين اللي عم يحكيه؟ الله. بس هو مش عارفه، مش معلن لقله. وأنا اليوم هذا الصباح بصلي يعلن إلك شخصية يسوع اللاهوتية، وانت اللي عم تحضرنا على الشاشة بصلي يسوع يعلن ذاته لقلك، إذا عطشان تعرف من هو رب السماوات والأرض. إذا انت عطشان مخلص رح تعرف، لكن إذا انت عايز ومستغني ما رح تحرك قلب يسوع. تعرفوا يسوع لما انتهروا التلاميذ والناس للأعمى، يسوع ما انتهروا، عرف قلبه. شو قال لهم؟ عيطولوا، عيطولوا، جيبوه لعندي. لاحظوا قد كان لطيف، ما عيط عليهم، ما بهدلون، ما ضربون. كيف بتنتهروه؟ كيف بتعيطوا عليه؟ يا بلا كذا، يا بلا أخلاق، أبدا. عيطولوا، حزما من الآخر غير عيطولوا. شو عمل الأعمى؟ قال فخلع رداءه
رداء إشحادي والعمى. ما اجى لعنده فيه، جاي لعند يسوع بحل جديدة باتجاه جديد. اي لباس رادي اليوم هذا الصباح انت؟ اي رداء لابس؟ الكآبة، رداء الحزن، رداء الخوف، رداء الموت، رداء اليأس، رداء صغر النفس. ما بعرف اي رداء لابس. رداء الكبرياء، شايف حالك انا من فخامة الشعوب. خليني اقول لك، اذا انت من فخامة الشعوب، اعظم شخصيات البشر لما الرب رح يجي، الملوك والعظماء والاغنياء والامراء والاولياء، قال رح يتخبوا بمغاير الصخور ويقولوا لا يا جبال اسقطي علينا ويا أكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، لأنه قد أتت ساعة غضبه ومن يستطيع الوقوف. خليني أقول لك، يسوع للإنسان المتواضع، يسوع للإنسان اللي بيجي لعنده مثل الخروف راسه بالأرض، مش تيزله، لا، عارف حجمه، عارف حجمه. من هو هيدا؟ ميني أنا؟ أنا ميني جاي لعندك؟ مين؟ لك نيالك إذا بتجي عند إجريه، نيالك ما تشوف حالك أنا ابن فلان وابن عيلة. خليني أقول لك، القديس بولس شاول الطرسوسي لما عطي حسبه نسبه بالرسائل وقال عن حاله مين؟ ليستا بالنسبة لليهود أوف، هيدا شخص يعني بينرفع الراس فيه، دارس لهود من صبت بنيامين، عبراني أصولي، شخص ما في عليه غبار من جهة الناموس، عامل الفرايد كلها مفكر حاله وفريسي، فريسي يعني مش بس بيتبع وطايا الله، عنده الوصايا حسابهم، بدهم يرضوا الله أكتر، جابوا بعد زيادة، نحن هالوصايا حطناها حد وصاياك، نحن منحب أكتر هيك نبحبح لك إياها شوي، كيف مبسوط منا؟ تعرف شو بيقول؟ قال إني أحسب كل شيء نفاية. وبتعرف كلمة نفاية شو معناتها؟ وسخ بالحرف، لكي أربح المسيح، مش أربح الشهرة وأربح المركز وأربح العالم، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟ بتنسى انه عندك نفس يا انسان؟ شو بك تعمل فيها بالحياة؟ بتضيعها هيك؟ ماذا نأكل؟ ماذا نشرب؟ ماذا نلبس؟ اين نذهب؟ اين نأتي؟ اين نسهر؟ مع من نسهر؟ ماذا نوع الطعام؟ ما نوع الطعام الذي نأكله؟ وما الشراب الذي نشربه؟ هيدا همك. نوع السيلولر اللي بتقنيه؟ نوع ثياب السينية ولا لا ولا ما بعرف ولا؟ يا حبيبي يا حبيبي، انت أجمل مخلوق على وجه الأرض قلبا وقالبا على الأرض، بالسماء رح يكون أبشع مخلوق مقابل أبشع واحد بالسماء، مع أنه بالسماء ما في بشعين، بس فهم المقارنة، أجمل مخلوق وأسمى مخلوق على الأرض وأعظم مخلوق من كل النواحي، شو ما عنده يعني، مبكلة مثل ما بقوله، ما فيك تحط عليه إنا وليت ولا علا. قدام أبشع واحد بالسماء بالمجد بيبين أبشع مخلوق، وهيدي مش بشهادتك، بشهادة كتار شافوها ما قدروا يوصفوا الجمال الموجود بالسماء، ما قدروا. وبولس قال، قال اللي شافه ما عنده مصطلحات أرضية تعبر، ما فيه. فهيدا الأعمى شلح الرداء. أنت اليوم شو الرداء اللي بدك تشلحه؟ ضروري تشلح الرداء اللي عليك. مش عم بحكي ثيابك هول، عم بحكي الروح اللي لبستك، النفسية اللي مسيطرة عليك، الحالة المزرية اللي أنت فيها، إن كانت من أمور متعبتك مدمرتك أو إن كانت من أمور نفختك وخلتك تتكبر وتشوف حالك. خليني أقول لك، ما بينفعك شيء بهالدنيا بالأبدية. رح تتركهم هون، شهاداتك رح تتركها هون، علماتك هون،
ثيابك هون، سيارتك، تليفونك. طالع عندي على الضيعة بتشوف سيارة بي من سنة 2005 هلا بعدها فوق، والفان بعده فوق، في غراب لقاله بعده فوق، أسوي راح وينه؟ وهم السابقون ونحن اللاحقون، لكن على أي رجاء؟ فلما عيط له يسوع اجى لعنده، والحلو مثل ما قلت شال حر الرداء، شجعك اليوم شال حر الرداء، تعال عند يسوع شفاف شفاف صادق مخلص من كل قلبك، وعارف من هو هذا الشخص اللي جاي لعنده، عارف انه هو بايده مقاصير الارض، بايده حياتك، به تحيا وتتحرك وتوجد، هو نفسك اللي عم تتنفسه، صدقوني هو اللمن اللي مخليك متماسك على بعضه، هو خلية اللمن اللي شكله صليب فيك، اللي جسمك مليان منه، يلي هالخلية إذا بتنضرب فيك أنت صرت مفتفت، جسمك بفتفت بينهار، هو سرك. فوت وبحثش بالإنترنت، اكتب لمن، رح تشوف شو هي هالخلية، شكله مصلوب، شو هيدا؟ شعوب عم بتقاوم الصليب وما بتأمن بعمل الصليب والصليب اللي معيشها. شو قال له يسوع؟ جاي لعنده أعمى ما بيقشع. سأله سؤال غريب. مش غريب؟ أقولكم الله لما بيسألنا شي مرة شي سؤال بتعتقدوا لأنه ما بيعرف الجواب؟ الله لما بيسأل ليش؟ ليش بيسألنا أقولكم؟ زيادة معلومات؟ طيب مضي وقت بيناتنا؟ خذ واعطيه؟ الله بياخده بيعطي معنا، بس مش لأنه ما بيعرف الجواب، لأنه بيحترم إرادتك، يشوف أنت شو بدك، قلبك وين، تفكيرك وين، اتجاهك وين، أشواق قلبك وين وعلى شو، أولوياتك وين، وبده يخليك تشوفها أنت، أنت لازم تشوفها، أنت لازم تنتبه لها. الله شايف كل شيء، بس لازم أنت تشوفها تتعالجها، تتعرف تاخد موقف منها. يعني واحد أعمى جاي لعند يسوع بقول له يسوع شو بدك أعمل فيك؟ والحلو ما قال له شو بدك أعمل لك، يعني شو بدك أعطيك من برا لبرا، شو بدك بيركك من برا لبرا، شو ناقصك مصاري؟ الشحادة بيطلب مصاري، الأعمى شو بده مصاري؟ كل الناس بيبرقوا من حواليه، ولا واحد كانوا من الميور حواليه يفكر إنه هيدا وعملك بيعطيني بصر، صح ولا لا؟ ولكن صرخ لهم، ليه صرخ له الشخص؟ الله بيعرف قد كان 20-30-40 سنة أعمى ومهود على نمط، تعرفوا الأعمى ما بيقشع شيء، ما بيميز لا ألوان ولا أشكال، أعمى. لكن سؤال يسوع ماذا تريد أن أفعل بك؟ والرب عم بيقلنا بهذا الصباح أنت المحتاج أعمله فيك من جوا قبل. أنا جيت أشتغل عليك أنت، على شخصيتك، على نفسيتك، على أفكارك، على قلبك، على كيانك. وأنت شو همك؟ مصرياتك، ثيابك، أكلاتك، رفقاتك، سيارتك، بيتك، ملكوتك، كله من برا، وناسي حالك انه منك بحسب قلب الله. اليوم الرب عم يسألك بهالصباح شو بدك اعمل فيك، لانه لما خلقنا على صورته شبهه ابليس شوه الصوره. طب معقوله يضل راضي بهالصوره المشوهه وخليكم مشوهين؟ معلش، حدا بيعرف ابنه تشوه بالنار او بماده معينه كيميائيه وعارف قادر يزبط له شكله بيتركه، ولا بيركض دغري عند حكيم جراح وتجميله وبيزبط له جماله او شكله؟ صح ولا لا؟ يعني احنا بنعمل عمليه، اول ما بدي حكيم تجميل، الله ما بدي يبين الجرح، ما بنقبل يبين الجرح والقطب، ما بنقبل، ليه بدي يشوه شكلي انا وجمالي؟ مع انه هذا شكلك وجمالك رح يتشوه بعدين لحاله،
يعني مهما سويت وزبطت وجبت أحلى نوع الكريمات لشعرك ولا جسمك ولا وجهك، مش عم قول واحد ما يهتم يترك حاله يهر، بس تلاحظوا الإنسان مهما عملها رح تخاتير، رح تكبر، رح تعجز. إذا الله عطاك عمر رح تشيب، وفي الشيبة أيضا يثمرون. أنت ما بتقبل تشيب، مش عارف الشيبة هيبة، ويكونون دسام بشيبتهم ويخبرون بأن الرب صالح. المهم مهما عملت رح تشيخ. من هيك الرب أولا بده يجوهر جوهرك، بده يجوهر قلبك وداخلك، بده يملأك بالإيمان، بده يملأك بالمحبة، بده يملأك فيه، بده يملأك بالسعة، بده يملأك بكلمته، بده يملأ حضوره بحياتك. الله لذته معنا يا أحبة، قال لذاتي مع بني آدم. الله ما بده بس انه تكون شخص متدين وبتصلي وبتروح على الكنيسة وبتعمل واجباتك، يعني من برا اوه شو حلو مبين، بس من جوا انت مليان أنانية وطمع وجشع وبغض وحسد وغيرة وخصام وقلة طهارة وعبادة أصنام. وبصر لي تبصر لك، وشو برجك اليوم وحظك اليوم، وعيشين بهالعالم كأنه مخلدين. واحد من المرنمين بالمزامير 119 بيقول له غريب أنا في الأرض، غريب أنا في الأرض، لا تخفي عني وصاياك. أدي كلمة الله إلى محل بحياتك، أدي عطي أهمية للكلمة بحياتك، أدي مستعد تقول له يا رب وجدت كلامك فأكلته. قد ايه عايش على الكلمة؟ قد ايه بتقعد مع الكلمة كل يوم؟ ولا بس بتنطر الخدام والأسيس يطعميك مرتين بالجمعة؟ بتضلك كل الجمعة بلا أكل تنطر هالوجبتين؟ وليه بتتروق بتتغدى بتتعشى وبتتفكون؟ ويمكن عندك سناك بين الأكل والأكل. طب ليه؟ ليه وكلمة الله بحياتك مهملة؟ ليه؟ الغريب انه الاعمى لما يسوع سأله ما قال له ولو، مش ايش يعني اعمى، لاحظته ما قال له الاحترام، ما قال له ولو ما في بوجهك نظر، ما انا الاعمى مش انت، لاحظته شو قال له؟ يا سيدي، يا سيدي. أخذوا سيد على حياته شخصي بقلبه، عارف أنه هيدا هو السيد الحقيقي اللي لازم يسود على حياته. قال له يا سيدي أن أبصر، افتح لي عيوني. أنت شو بتقوله للرب اليوم الصبح؟ شو بتقوله؟ بتقوله يا سيدي يا إلهي، ولا يا سيد يا رب يا معلم؟ هيدي خطوة إيمان. لما أعلنوا سيد على حياته كان الإعلان بإيمانه، أنا مآمن فيك، أنا عندي ثقة فيك، وقال له ما عم بصخلك يا ابن داود، ارحمني مش ارحمنا بالجملة. الله ما بيرحم بالجملة، الله بيرحم بالمفرد، بيتعامل مع كل واحد لأنه بيعمل قيمة للإنسان. منك رقم، منك قطعة، انت كائن بحد ذاتك، الك قيمتك، الك مركزك، الك اعتبار. اسمك وحده رح ينكتب بسفر الحياة عنده، مش يلا تبلي رزل ليهم بالانترنت تررررررر ورا بعضهم، لا، بيعرف كل وقت دعوتك باسمك انت لي، دعوتك باسمك انت لي. ما قال دعوتكم كلكم يلا شمي لمي تعوا لشو تعوا حبيباتي كلكم يطبطب علينا كلنا، لا، بيعرف انه كل انسان عنده احتياجات، بيضمك، بيرحمك، بيترقف عليك. تعرفوا من حوالي 34 سنة قبل ما اعرف الرب، رح اختصرها بالقصة، كان عندي مشكلة بحياتي، وهالمشكلة من طيشة وقعت فيها، كانت خربت حياتي كليا. ما قال لي عين اسكرة، بقول كتاب ذكرها قبيح،
كنت بال 19 تقريبا. فالمشكلة اللي أنا عانيت منها يعني مثل ما بقول ما في بزقة بتتخبى، معلش عفوا هالمصطلحات بس ما في عندي تعبير تاني. فالمهم المشكلة صارت بين لحظة ولحظة، يا ساتر حياتي صارت بين مفترق طرق، وأنا خلص حسيت الدنيا سكرت وجهي، ما بقى عندي حل، اتدمرت حياتي وأنا بعد شاب. الله بيعرف شو ناطرني بعد ما كنت بعرف الرب، ولا حدا مخبرني عن يسوع، ولا بعرف انه هو جبار وقدير. لكن حتى الرب هالوقت عن جد قلبه قديش كان كبير علي. كنت عم غسل فان بي، والمشكله بين لحظه ولحظه بتنكشف، والغلطه اللي انا وقعت فيها بتنكشف، وكارثه كارثه. خلص خلص فكرت الدنيا بوجهي، عم غسل الفان ودموعي نازله، مقهور مقهور. شو عملت بحالي انا؟ شو عملت بحالي؟ انا عم غسل الفان، عم غسل. بعدين صرت لما هالناس بيطلع علي بيقول هذا مجنون، ما عاد فرقاني. صرت احكي مع الرب حكي، قلت له يا رب شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل؟ خلصني من المشكله، ما لها حل، مشكلتي عويصه مش قادر حلها، وانا رح يوجعني راسي من الضغط قد ما انضغطت. وعم بصرخ تسمعني؟ قلت له عم تسمعني؟ طب انا عم غسل الفان، مش عم بعطيك وقتك هيك لحالك اني انفرد معك، بترك الفان وبروح بصلي، بس ما بيي بيقول لي شو عم تعمل تركت الفان. وبذكرني بآية ما بعرف مين قايلها قدامي وبسمعها بروحي، بطرح ما بتطلبوني توجدوني. عم غسل الفان، عم شطف الفان، رايح مشوار، مطرح ما بتطلبوني بتوجدوني. هاي بالعامة بقلوها، هي حرفيا تطلبونني فتجدونني. من هيك قلت لك ما في قديس بيقدر يسمعك وين ما كان، لأن الله بس يملأ السماوات والأرض، هو مالئ الوجود. تعرفوا بمجرد ما هلاقي اجت على قلبي قلت له يا رب كان خلصني، صدقوني حلل لي هالمشكلة وسكب علي سكيب فرح وسلام وأمين، افتكرت حالي جنات. قلت أنا طقشي شرش براسي، شو صار معي؟ كيف انتهت المشكلة؟ المشكلة بعدها موجودة. كيف؟ قال لي الرب انتهت. صرت أنا أنا نفسي، أنا ما كنت أسمع صوت الرب هيك، شو المشكلة انتهت؟ يرجع يسكب بقلبي سلام من جديد وأمان وفرح، إلي المشكلة انتهت. قول أنا خشيت بني شيء، صار معي شيء بالمنطق ما بتنتهي. ثلاث مرات أكد لي إياها. من هيك بالك لما الرب بيقول لك على شغلة بعيدة، مش من أول مرة تقول الرب كلمني، إياك ثم إياك ثم إياك. حتى بالرؤية بقول الويل 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 لساكني الأرض، عم بأكدها لأنه بدها تتم. قال لي المشكلة انتهت. صرت مش عارف مين بدي أخبر، المشكلة انتهت. اللي بيقول هذا جان، مش معقولة. قلت أنا خليني أتأكد، توما خليني أتأكد، رغم هالشي بدي أتأكد توما. صدقوني ما في دقايق عرفت 100% المشكلة انتهت. فرطوا دموع الفرح والسلام، والرب عطاني شهوة قلبي. لكن ما كانت لحظة جديدة، مع أني اختبرت الفرح والسلام والأمان، خلصت من هالمشكلة. كانوا عيوني على هالمشكلة، يعني كانوا عم بيقول لي أنا حي أنا بسمعك. بس بعدين فهمت لما تجددت عشي سنتين إنه أنا حللت لك هالمشكلة الزمنية، بس أنا عيوني على مشكلتك الأبدية. إذا الرب تعامل معك بأي مشكلة أو من خلال أي حدا، عرف إنه عم يلفت نظره إلك، إنه أنا عيوني عليك، أنا بديك تجي لعندي، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل أحمل. مش معناتها أنه راضي عليك، إياك تقولوا لي عمل معي راضي علي، لا لا حبيبي لا. بدك تسمع مغفورة لك خطاياك. لما الأعمى قال له يا سيد أنا أبصر، شو قال له؟ اذهب إيمانك قد شفاك. حطيت ثقتك فيه، تلقائيا رح تشفى، تلقائيا. إن حتى ما منك عايز كلمة مني، بمجرد ما حطيت ثقتك فيي انا شايفك. تعرفوا لما اخذ الشفاء شو عميل؟ ما راح استعمل عيونه على راسه
قال لك بدي اتفرج على اشياء مش شايفها بحياتي، صار عندي عيون، خليني اشوف اللي ما حدا شايفه بحياتي ولا بحدا شايف، خليني استعمله لاشياء على راسي. لا، تبع يسوع صار بده يستعمل نظره للي عطاه نظر. تعرفوا ليه؟ لان صار عنده نظر، صار في بوجه نظر، فهمكن كفاية، صار مزوق، صار بيعرف مين لازم يتبع، صار بيعرف مين اللي قادر يروي حياته ويكفي حياته. الرب بيعطيك وبتروح لعند غيره. هيك عمل يهوذا. يهوذا قد يعمل معه يسوع حتى خليه يعمل معجزات ويقيم موتى ويخرج الشياطين. قام لعند مين راح؟ لعند الفريسيين، مجمع السنهدرين. ماني ناولوني، ناولكن ياه. عيونك بالصباح على شو؟ على قلب يسوع، وعلى يسوع يسكن فيك أو يبارك حياتك ويرفعك ويتمم وعده لحياتك وتصير ابن جديد لإله، ولا بس يا رب على إيديك بركات بركات، مد إيدك على جيبك يا رب واعطينا. عشو عشو عيونك بهذا الصباح؟ يا ريت نغمض عيوننا، غمض عيوننا. كل واحد يسأل نفسه، أنا ليش جيت بهذا الصباح؟ أنا ليش عم بسمع هالكلمة بهذا الصباح؟ لحتى أتقابل مع رب المجد يسوع، ولا بس كرمال حاجة زمنية وقتية؟ قادر يعطيك حاجتك الزمنية، قادر، لا يعصر عليه أمر. لكن هل هدفك بس الأمور الزمنية الوقتية يلي هو شايفها؟ ولا أولا ملكوته بحياتك، ملكوته بقلبك، يملك على قلبك وحياتك ويكون سيدك، وتقول له سيدي أنا بعطيك حياتي. غفران خطاياك يا خي ويا أختي أهم شيء قبل أمورك الزمنية الوقتية. يسوع قال هذه تزاد، هذه تزاد لكم، أولا اطلبوا ملكوت الله، خلوني أنا أملك عليكم. لما منعيد بشعنين يسوع الملك، طب نقول شعار، وأنا ملك على حياتي وأنا سيد على حياتي، لازم أعنيه أنه هو الملك يكون، مش أنا. أنا ما بليق كون ملك على حياتي، أنا ما رح عامل نفسي بعدل وحق. قال من ربح حياته من أجل هذا العالم قال يخسرها، قال لكن من أضعها بقول يسوع من أجلي ومن أجل الإنجيل يجدها يربحها. حب تربح نفسك بهذا الصباح ولا حابب تخسرها؟ شو حابب؟ اسأل نفسك السؤال، صرخ صرختك مثل ما صرخ له من قلبك الصرخة. خليني اقول لك، اذا انت جدي وعندك الثقة مثل هالأعمى بيسوع انه هو الوحيد اللي قادر يشفيك او يسد احتياجك رح يعملها. لكن اذا عايز ومستغني، وشو هالكلام الحلو وشو هالكلام المبارك يا أحبة، مش هذا المطلوب. المطلوب تخترق بحياتك، تطلع من البوتقة اللي انت فيه وتشلح الرداء اللي بعدك تتمسك فيك لعمرك. خلي الناس يشوفوك لابس الرب يسوع المسيح. الكتاب يقول البسوا الرب يسوع المسيح. يسوع اليوم بده يلبسك، بدك؟ هاليلو يا رب يبارك. هللويا. يا ريت كلنا نوقف عن المعروف، ياخد ثواني، خد ثواني ما بينك وبين الرب. ذكر الصليب اللي حكينا عنه اللي فيه الحياة، واللي سمعناه اليوم الرب بده يغيرك، اليوم الرب بده يشكلك، الرب بده يرجع لك الصورة اللي فقدتها. قل له يا رب ارحمني، صرخ للرب من قلبك، قل له يا رب ارحمني انا خاطي، قل له يا رب انا بعترف باخطائي، قل له يا رب انا فقدت صورتي، رد لي بهجة خلاصي يا رب، انا بدي اكون ابن لك.
الرب يسوع يريد بده. هل أنت بتريد؟ هل أنت بدك؟ هاللويا. مجدا وعزا، مجدا وعزا، مجدا وعزا وكرامة للحامل المسجون. قل له مجدا وعزا، مجدا وعزا، مجدا وعزا وكرامة للحامل المسجون. مجدا وعزا وكرامة للحامل المسبوق. مجدا وعزا، مجدا وعزا وكرامة للحامل الذي أحبنا، الذي أحبنا وجعلنا ملوكا وكهنا لله، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين آمين آمين. الذي أحبنا، الذي أحبنا وقد غسلنا وجعلنا ملوكا وكهنا لله، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين آمين آمين. نعم يا رب، لألك كل المجد ولألك كل السلطان. نعم يا رب، أنت هو صاحب السلطان المطلق. يسوع 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 يا رب، اسمك مبارك من الأزل وإلى الأبد. كل شعب الله يقول هاللويا. فيك تهتف للرب هاللويا 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 هاللويا. نعم نعم. ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس معي ومعكم إلى أن يعود الرب على سحاب المجد. كل شعب الله يقول هاللويا. ربي يبارككم. اجتماعنا انتهى. Thank you.